بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع جافا اي او ستريم. نتكلم عن الاوبجكت ستريم، يعني احنا ما زلنا في الانبوت ستريم والاوتبوت ستريم، وهذه المحاضره السادسه. المقدمه هنا انا كتبتها مثل ما هي موجوده عندي بالانجلش. We all know that Java platform allows us to create reusable objects in memory. احنا عارفين ان جافا تسمح لنا بان احنا ننشئ اوبجكت نستطيع استخدامها reusable بالميموري. However, ولكن all of those او على اي حال all of those objects exist only as long as the Java virtual machine remains running. يعني جافا اذا هي شغاله في الرام لك وتقدر الاوبجكت هاي تحطها تستخدمها واعاده استخدامها وغيره. ولكن it would be very nice، راح تكون وايد جيده ولطيفه if the objects we create can exist beyond the lifetime of the virtual machine. يعني خلصت تنفيذ برنامجك، يا ريت الاوبجكت هذه تظل موجوده بالحاله اللي هي عليها. يعني سويت مثلا سياره، زدت سرعتها، سكرت جافا فيرتشوال ماشين، المفروض يعني تقدر تخزن او تحولها الى صيغه بايت. تحويل الاوبجكت او الكائنات البرمجيه الى بايت، إذا حولتها بايت تقدر يعني تخزنها بملفات، وبعدين بعد يوم يومين تشغل برنامج مثلاً تسحبها وتكمل شغلك. أو مثلاً إذا حولتها بايت تقدر ترسلها على طريق الإنترنت إلى جهاز آخر. فمثلاً أنا مثلاً عندي مثلاً فاتورة invoice، أنا أعبي فيها جزء معين وأرسلها إلى قسم المحاسبة. قسم المحاسبة طبعاً أحولها بايت، هني اوبجكت، هني تحول بايت، تنتقل بعدين في الانترنت والنتورك ولا غيره الى قسم اخر، تتقطع بايت وتتركب مره ثانيه، يكملون شغلهم عليها. فمو شرط اني البايت اخزنها، لا، ممكن اخزن البايت، ممكن ارسلها عن طريق الانترنت، ممكن ارسلها الى اجهزه من نوع اخر، روبوت ولا غيره. فهذه هي الفكره الاساسيه من الاوبجكت ستريم. الاوبجكت ستريم يعني الاوبجكت تحولها بايت، والبايت تحولها اوبجكت لايف، يعني نفذ عمليات عليها على طول. فبنشوف مع بعض مثال لطيف ان شاء الله شوي شوي، ولكن في بعض الشغلات لازم نكون ملمين فيها. اوبجكت سيريالايزيشن، وهذه هي العمليه سيريالايزيشن. سيريالايزيشن معناها تحويل الأوبجكت إلى بايت. سيرياليزيشن، هذه الكلمة اللي نستخدمها. فلا تقول أوبجكت ستريم أوبجكت إنبوت ستريم، لا، قول أوبجكت سيرياليزيشن، يعني تبادل تحويل عفوا الأوبجكت إلى بايت والبايت إلى أوبجكت. It's the process of saving an object state. والstate نقصد فيها هني ان انت مثلا كان عندك مثلا سياره، ونفرض ان من المتغيرات فيها مثلا الاتريبيوت، كان في عندك الكلر ورقم السياره وما اعرف ايش من متغيرات، حولت الى بايت، تتم التعديلات الاخيره اللي تمت على الاوبجكت موجوده في البايت. وبعدين لما ترد تحوله الى اوبجكت مره ثانيه في الميموري في الرام، تكون التعديلات موجوده، الحاله الاخيره اللي كان عليها الستيت، تمام؟ فمش مجرد حفظ اوبجكت فاضي، لا، اوبجكت مع قيم الفاريبلز مالته. To a sequence of bytes مثل ما قلنا، as well as the process of rebuilding، يعني مش فقط تحويل object إلى byte، ولكن تحويل byte إلى object أيضا. Into a live object at some time in the future، يعني طفيت الكمبيوتر وسكرت كل شيء وجيت بعدين وحولته من bytes إلى object. Object Java Serialization API، طبعا في مجموعة APIs أو classes جاهزة لك في الشغل هذا، provides a standard mechanism، تعطيك طريقة معروفة وثابتة حق كل developers، for all developers to handle object serialization. يعني ما راح تخترع الطريقة، الطريقة موجودة فتمشي عليها لأن الكل ماشي عليها. وأنا أنوه إن لازم نمشي عليها، لأن في المستقبل إن شاء الله راح تشوفون إن الobject serialization عملياتها مطلوبة مثلا في sessions في الإنترنت programming.
والويب اي بي ايز كلها، فتمشي على الستاندرد ترتاح هناك تشوفه نفس ما هو. فلا ما راح نخترع شيء، راح نستخدم الطرق الموجوده فقط. The API is small and easy، سهل وصغير جدا. Provide classes and methods are understood. فخلكم معي الحين ان شاء الله قانون واحد بس من عرفه. الاوبجكت تو بي سيريال ريزيستنت. ريزيستنت يعني شنو؟ يعني يتحول الى بايت ويحفظ او يكون ثابت حتى لو طفيت الكمبيوتر او طفيت الفيرتشوال ماشين. must implement، لاحظ، serializable interface، لازم يسوي implement serializable interface. لما نشوف الانترفيس هذا مع بعض، واذا عندك اذا تحس انه مو واضحه معك فكره interfaces تقدر ترجع للكليب اللي انا حاطه عن الانترفيسز. اذا ما قدرت تسوي له implement serializable interface، المفروض اذا كان مسوي inherit ولا extend يعني يكون واحد، يكون في 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 شجرة الانهيرتنس موجود الامبلمنتيشن حق سيريالايزابل. شغلة بسيطة جدا، الانترفيس هذا سيريالايزابل ماركر انترفيس، ما في ولا عملية يعني فاضي فاضي امتي، فالعملية مباشرة ان شاء الله. خلكم معي بمثال ان شاء الله توضح الصورة 100% ان شاء الله. بدل اللون نشوف مع بعض. عندي كلاس، طبعا لازم تسوي جافا import حق جافا IO serializable حق الانترفيس هذا فقط. بتقوم بعدين تعرف كلاس مثلا pen قلم، لاحظ حطيت implement serializable. إذا شنو العمليات serializable؟ ما في عمليات، بس حطه كذي وخلاص. وشنو الزيادة اللي بكتبها بالكلاس مالي لو كلاس pen؟ ولا شيء، بالضبط مثل ما كنت أكتبه. طبعا عندنا private string description وصف القلم، float سعر الحبة unit price، وانتجر لكم حبة عندي من هذا القلم. طيب بعدين constructor بسيط ياخذ الديسكريبشن واليونت برايس سعر الحبه والكميه، وطبعا يقوم ويخزنهم في متغيراتهم اللي قاعد نتكلم عنها. بعدين get quantity لانه private، we get the quantity get description get unit price، وفي بعد زياده حسبه بسيطه اللي هو get total price اللي هو السعر الاجمالي، ولو عبارة عن ضرب سعر الحبة في سعر الكمية. وطبعا عادة التو سترينج علشان تصير طباعة سريعة. هذا ما في ولا شيء جديد غير شغلة واحدة بس، اللي هي شنو؟ implement serializable فقط، ما في شيء زيادة، الباقي المفروض معروف من قبل. شوف مع بعض كيف راح نتعامل معه. كتبت لك كلاس اسمه test، طبعا import java io. العملية هذه اسمها public static void، طبعا تناديها على طول باسم الكلاس، يعني test.save pin to file، وتعطيه pin object، مهمتها المثل هذه انك تاخذ من عندك pin وتسوي له serialization وتحطه في ملف. طيب نشوف الخطوات. object output stream، سميته object output stream او سميته كذا، فالفكرة من عنده انه output stream بس حق الاوبجكت، فياخذ الاوبجكت ويكتبه. طيب نشوف عمليات الاوبجكت output stream. طبعا لاحظ انه يستقبل اي output stream، اي output stream، يعني اذا تبي ترسل خلال عن طريق النتورك java.net.star مثلا يعني، فتقدر ترسل تجيب الاوتبوت ستريم مال النتورك وترسل عن طريقه. فمو شرط اللي تاخذه انت تخزنه في ملف، ممكن اللي تاخذه على طول ترسله في النتورك. فهي شغله وايد حلوه اتمنى تجربونها. بس انا هني فكرت ان احط لك في فايل اوت ستريم، فاخذنا باينري فايل. طيب شنو العمليات الموجوده؟ عمليه واحده راح تنفعك على طول اللي هي رايت اوبجكت وتعطيه الاوبجكت اي والسلام عليكم. فهذه اي اوبجكت عندك تكتبه تكون ان شاء الله خالص. ابتدي راح الاوبجكت داخل ملف pin.abc، سمي الملف الاسم اللي تبي. في النهايه يو كلوز الاوبجكت اوت ستريم و تراي كاش طبعا، وخلصت الميثود. مهمه الميثود هذه تاخذ اوبجكت اي اوبجكت تبي، احنا pin من نوع pin، وتحفظه في ملف pin.abc. هذا اول شيء. بالمثل كتبت ميثود ثانيه هنا عندكم اللي هي get pin from file. لاحظ ما تاخذ شيء ولكن return type، لاحظ السابقة ما ترد لك شيء، مجرد كتابة. أما الآن فهذه ترد لك pin object،
thread thin object. كذلك static ممكن تناديها باسم الكلاس. جيد، فهذه get pin from the file يعني اسحب البن من الفايل. هذه تسوي serialization، تكتبها هاي deserialize تفتح او بالعكس تسحبها من الملف وتيبه لك object. طيب في البداية حبيت اعرف pin tbr اختصار حق دائما استخدمه to be returned، كلمة دائما استخدمها tbr، وسويت null يعني متغير من نوع pin، object من نوع pin هو لكنه null في البداية. فبنشوف مع بعض. طيب انا الحين بقرأ بجيب input على البرنامج، فاستخدم input string بس نوعه شنو؟ object input string، object input string. طيب بعد object input string ياخذ file input string. اذا شو اسم الملف؟ هو الاسم الملف اللي احنا خزننا فيه، لا تنسى. طيب العملية، العملية اللي راح تقرأ الobject من الملف اسمها read object. read object object input stream dot read object. المشكلة هني طبعا انها ترد object من نوع object، فمضطرة تعمل casting عشان ترد حق نوع الاصلي. انت عارف انك انت كاتب ف you need to cast، وتخزن في tbr اللي انت عرفته هني، شايف معي؟ وبعدين تسكر ال object input stream وتسكر وتسوي return حق tbr. فلاحظتوا عمليتين عندك، عملية تأخذ أوبجكت ما ترد شيء تحفظه في ملف، عملية ما تأخذ شيء ترد لك أوبجكت من ملف. هذه العمليات الرئيسية. طيب كتبنا main method، هني عندنا main method بأي كلاس تبي مو مشكلة. public static void main string args throws exception ماشي، ممكن تحط try catch إذا تحب. على العموم هني ما تحتاج طبعا throws exception لان try catch تمت في الكلاس نفسه، فاحتمال تبي تشطب هذا معي. تشوف معي هني بعدين pin p equal new pin، اسم البن description، سعر الحبة 655 فلس، كم حبة عندي؟ 3 حبات. طيب test.save pin to file، عطى p اللي انت ألفته تبي يحفظه لك في الملف. بس سكر البرنامج، سكر جافا، طفي الكمبيوتر معي ان شاء الله. بس كذي راح تشوف، او اذا سكرت البرنامج راح تشوف انه في عندك ملف اسمه pin.abc وموجود داخل الاوبجكت على شكل بايت. لو فتحت احتمال ما راح تعرف تقراه، ولكن this is it، this is the way you serialize. حولت اوبجكت، هذا اوبجكت حولته الى بايت في ملف اسمه abc pin.abc. طيب لو انت عملت كومنت حق السطرين هذيله بعد يوم او يومين وجيت نفذت الاسطر هذا pin n test.get pin from file، هذا راح تسوي العكس، تجيب البايت وتحولهم الى object وتحط لك في n. نفذ عليه تو string، انا مو كاتب تو string طبعا لان print line راح تنادي اوتوماتيكلي تو string مال الاوبجكت هذا، شايف معي؟ وهذا معروف في التو string. على طول راح يطلع لك ان شاء الله الاوتبوت اللي انت كنت خزنته قبل كم يوم في الاوبجكت هذا. ابتدي اشوف الفكره واضحه ان شاء الله. استخدمنا اوبجكت اوتبوت ستريم عشان نحول من object الى بايت باستخدام عملية اسمها write object. هذه العملية كذلك استخدمنا object input stream عشان نحول بايت الى object باستخدام عملية read object. بس لاحظ معي الله يرضى عليك انه محتاج casting. ابتدي هذا simply الايديا او الفكرة. تطبيقاتها في العالم او وين نستخدمها معروفة فكرة التليبورتر اللي هو انت تدش من جهة تلقى نفسك طلعت من الجهة الثانية،
التليبورتينج اي دي او النقل اللي هو مثل الافلام الفضائيه ياخذك مهني يطلعك في الكوكب الثاني، هذه عمليه تليبورتينج. هذه الخيال العلمي بالجيمز معروفه الفكره، ولكن انا حبيت صراحه اني اوضح الفكره بشكل اخر. احتمال البعض شايف فيلم اسمه ماتريكس، الفيلم هذا كان يحوي الفكره هذه وواضحه جدا خصوصا بالجزء الاول. كان البطل اسمه نيو، وكانت الفكره ان نيو عايش في منطقه اسمها زيون، في منطقه مثل كمبيوتر اي، وكان ينتقل الى الماتريكس بالفكره هذه سيريالايزبل. دائما تشوف الفيلم بالشكل هذا وكانه بايت تطاير، فهو يدش من جهه يتحول الى بايت مثل ما انت شايف الصوره هذه، ينتقل خلال النتورك وبعدين يبدا يتكون مره اخرى بالشكل هذا. هذا الخيال العلمي بالفكره هذه، التليبورتينج او التنقل. هل احنا نستخدم فكره مثل هذه؟ نعم، بالسيرفرات في الايكوميب. انت تيجي تسوي شوبينج هنا، احنا نقول شوبينج، في شيء اسمه سيشن، وانت تعبيه كتب او منتجات وغيره. السيرفر هذا ممكن يسقط، جميع المشتريات مالتك يسقط، يعني يطفي او يصير هاكينج عليه ولا شيء. فكل الاوبجكت مالتك اللي انت كنت حاطهم في السيشن، مشتريات اي زبون، تبدا تتنقل من هني الى هني وتعيش في سيشن اخر وكأنه ما صار شيء. وهذا شيء متبع في امازون واغلب شركات التجاره الالكترونيه العالميه. فشوف نفسك قاعد تسوق وتكمل تسوق مع ان السيرفر هذا راح داون، منتجاتك ما ضاعت عليك، كل المنتجات تكون سيريالايزبل، تنتقل الى المنطقه هذه. كذي يا جماعه انا احب اني اسكر موضوع الانبوت ستريم اوتبوت ستريم، لكن هو في وايد 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 شغل بعد، لكن ما احقدر اخلص الحين. هذا احتياجات الطلبه. ممكن تروحون على الكومبريشن والديكومبريشن، اللي هو هاو تو كومبريس ا فايل، تضغط ملفات وديكومبريس، معروف في جافا. انكربشن ايضا معروف في جافا. ان شاء الله في المستقبل ننزل كليبس في المواضيع هذه، ولكن حاليا حاجه الطلبه لا تغطي هذه المنطقه. ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع، ان شاء الله اشوفكم الكليبس اللي بعد هذه، اللي هو شلون اتعامل مع التكست فايلز، اللي هي نصوص وكلام وبالعربي وبالانجليزي وغيره. ويعطيكم العافيه.